السلام عليكم ورحمه الله ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سلطه الكولي سلو طبعا سلطه مميزه جدا ومش اي حد بيحبها النهارده ان شاء الله هنعملها بطريقه مبسطه جدا ومقادير سهله خالص وهتطلع ان شاء الله معانا احلى من اللي بتتقدم في المطاعم بس قبل ما نبدا الوصفه بتاعتنا لو اول مره تدخلوا القناه يا ريت تشتركوا فيها وكمان فعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو بنزله اول باول يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا اول حاجه هنجيب البوله بتاعتنا وهنبدا نحضر الصوص اللي هنعمل فيه السلطه هنحتاج كوبايه الا ربع من اللبن بس كوبايه مش كبيره كوبايه تكون صغيره وهنضيف كمان خمس معالق من المايونيز بس يكونوا خمس معالق مليانين كبار لان المايونيز بيخلي طعمها تحفه جدا انا كمان سايبالكم مقادير الوصفه بالضبط تحت في الديسكريبشن بوكس ياريت تبصوا عليها بعد ما ضفنا المايونيز هنضيف 3 معالق من الخل الكبار وهنضيف كمان عصير نص ليمونه سلطة الكوليس لون السلطات الممتعة واللذيذة جدا مع إن في ناس كتير ما بتحبش طعمها بس لو جربتم ما تعملوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا لإن كل مقدرها مظبوطة مقدار العسل مع مقدار الملح كل حاجة مظبوطة وهيطلع معاكم إن شاء الله طعمها حلو جدا هنضيف بعد كده معلقة عسل نحل كبيرة وهنضيف ربع معلقة ملح صغيرة هنقلب كل المكونات مع بعض كويس جدا لحد ما المايونيز يدوب خالص هنضيف بعد كده الكرومب او الخس الكابوتشي احنا طبعا ينفع نعملها بالطريقتين بس انا بحس ان هي طعمها احلى واخف بالخس الكابوتشي بس لو بتحبيها بالكرومب الابيض عادي ممكن ناخد قلب الكورومبا ونقطعها رفيع بالشكل ده تاني حاجة هنضيفها هو الجزر هنضيف ثلاث جزرات مبشورين على نص كابوتشية كبيرة تقريبا كده نفس كمية الكابوتشي هي هي نفس كمية الجزر هنقلب بعد كده الخص مع الجزر مع الصوص اللي احنا عملناه مع بعض في الاول هيطلع معاكي احلى سلطه كولي سلو في الدنيا كلها طبعا السلطه دي محببه جدا مع اي أكلة سوري لازم نعمل سلطه كولي سلو فتة شاورما سوري سندوتشات سوري اي حاجه سوري هتعمليها ان شاء الله حتى لو برز بسمتي اصفر هنعمل جنبه سلطه الكولي سلو هيطلع طعمه تحفه جدا وملحوظه بقى علشان السلطه تطلع معانا طعمها جميل لازم سلطه الكولي سلو تبات يوم كامل في التلاجة قبل ما نقدمها يعني ما ينفعش نعملها ونحضرها وناكلها على طول لان الجزر هيبقى ناشف وما شربش كويس من من الصوص اللي احنا عملناه فلما بتبات كل السوائل اللي في الخص وفي الجزر بتنزل مع الصوص بتخليها طريه وطعمها احلى كتير وده بيكون الشكل النهائي لسلطه الكولي سلو بجد سلطه طعمها حلو جدا انا سلطه الكولي سلو من السلطات اللي بموت فيها جربوها ان شاء الله بالطريقه دي هتعجبكم جدا وفي نهايه الفيديو بتاعنا لو الطريقه عجبتكم واستفدتوا منها يا لايك وشير ولو اول مره تدخلوا القناه ياريت تشتركوا فيها وفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد بنزله اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله في الفيديو اللي جاي مع السلامه